I'm pleased to greet the World Radio Communication Conference. Radio communication technology has transformed information sharing, revolutionized industries, saved lives, and advanced development. Your discussions الاتصالات الراديوية أحدثت ثورة وأنقذت الأرواح. مناقشاتكم سيكون لها نتائج بارزة ومناسبة لتوظيف الجيل الخامس من الشبكات التكنولوجيا مثل الجيل الخامس ومنصات والأقمار الصناعية الاتصالية ستقدم ستعجل الأهداف التنمية المستدامة. أشكركم لحضوركم معا لتسهيل النفاذ وتسهيل الاستخدام.